معشر الإخوة الكرام الوزراء المحترمين، معشر الأخوات الكريمات الوزيرات المحترمات، كما جرت في ذلك عادتنا أن نبدأ دائما بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه على ما توالى علينا من نعمه سبحانه، وإن كنا اليوم لا بد أن نجدد له الشكر بمناسبة الفوز الذي حازه فريق الرجاء. فريق الرجاء البيضاوي وفريق الرجاء الوطني، لأنه اليوم أصبح مصدر اعتزاز وافتخار لله. وفعلا البارح تلقيت يعني مكالمة من فلسطين يعني تهنئني بالفوز الذي حازه فريقنا المحترم. وأود أن أقول بالمناسبة كلمة قصيرة جدا، وهي أن هذا يؤكد ما ادعيته دائما من أن المغاربة قادرون على إنجاز المعجزات تقريبا إذا كانت اللعبة نظيفة. هذا هو، فإنهم يعني إذا لم يتدخل المشوشون تكون الأمور كما يجب. وأظن أنهم هذه المرة شغلوا بغير هذه المباريات، واختلفوا على غيرها من الإشكاليات، فجاء الله بالنصر. فأسأل الله أن يديم لنا أسباب نصره، ونعطي اليوم الأولوية في البداية للسادة وزير المالية والوزير الاقتصاد المالية والسيد وزير المنتدى الميزانية لعرض حسب اتفاقهم لعرض المراسم والمشاريع المرتبطة بهم.